السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم رياضيات للصف الأول متوسط المنهج الجديد صفحة 93. تأكد من فهمك. حل المعادلات التالية في كيو وصلنا 9 × 18y = 3 = 36 − 11y. هسه ايش اسوي؟ ناخذ النظير الجمعي للموجب لسالب 11 اللي هو موجب 11، يعني اقول 18y − 3 + 11y يساوي لنا 36 − 11y + 11y. اخذنا النظير الجمعي، طبعا هذه ويا هذه راحت. هسه حنجمع 18y + 11y = 29y − 3 يساوي لنا 36. ناخذ النظير الجمعي لسالب 3 للطرفين، اقول 29y − 3 + 3 يساوي لنا 36 + 3. هذه ويا هذه راحت، اقول 29y يساوي لنا 36 بها 39. هسه اقول 1 على 29y = 29y. هذه قوس عيني يساوي لنا 1 على 29 في 39. هسه 29 ويا 29 راحت. هسه نقول y يساوي لنا 1 في 39 = 29. هذه 9. نشوف 10. 9x + 5 يساوي لنا جذر 64. يلا عيني الحل. هسه أول ما نجي حندخل 9 على القوس. 9 × 9x + 9 × 5 = 45 يساوي جذر التربيع 64 بها 8. ناخذ النظير الجمعي لل 45، أقول 9x + 45 − 45 يساوي لنا 8 − 5 = 40. هذه ويا هذه راحت، بقت 9x يساوي 8 − 25 شرط الكبير وأطرح 37. نقول 1 على 9 9x يساوي لنا 1 على 9 − 37. هذه 9 ويا 9 راحت، تبقى 1 في 37. ماكو اختصار هنا بعد، أقول إكس يساوي لنا سالب 37 على اليمين على 9.